اهلا بحضراتكم. يوم 2 اكتوبر يوم مشهود في التاريخ الحديث او في التاريخ المعاصر، ربما سيتحدث الجميع عن هذا اليوم الذي قتل فيه جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول. ربما يكون يوم مهم وله ما بعده، ربما يؤثر في شكل العلاقات ما بين الشرق الأوسط والدول العربية وأمريكا، ربما يؤثر بشكل أكثر ظهورا ووضوحا في صفقة القرن، صفقة القرن والداعمين لها في الخليج وخاصة محمد بن سلمان. تطورات المشهد الخليجي وقضية خاشقجي هو موضوع الفقرة، وبيسعدني يكون ضيفي بالاستوديو الدكتور نزار الحرباوي الخبير في الشؤون التركية. دكتور نزار أهلا بك. أهلا بكم أستاذ أحمد، وشكرا لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بك. وكذلك معنا الأستاذ حمزة تكين الكاتب الصحفي التركي عبر سكايب. أهلا بك أستاذ حمزة. أهلا بكم أستاذ ضيفك وللمشاهدين. أهلا بكم جميعا. خلونا نبدأ الفقرة بتقرير عدو معاذ عاطف عن الشرق الأوسط، وهل تتأثر صفقة القرن بموت خاشقجي؟ تابع سويا. عندما ترى سلمان العودة يعود إلى منصته الخطابية، عندما ترى عصام الزامل يعود إلى نشاطه في تويتر، عندما ترى عبد الله المالكي يعود لكتابة آرائه في مرجعية الأمة على الحكم دون أن يتعرض له أحد، دون أن يتصل به موظف صغير في الديوان الملكي أو شخص آخر يدعوه لتوقيع تعاهد، هذا الخبر سوف يصلني ويصل غيري ونعود جميعا إلى سعود. لم يعد جمال خاشقجي مجرد مواطن سعودي اختفى وقتل بعد دخوله قنصلية بلاده. اختفاء خاشقجي فجر أزمة جديدة في منطقة تملأها الأزمات. الأمر بات يشكل رمزا للانقسام الذي تشهده المنطقة بين تيارين، أحدهما يمثل الأمير الشاب محمد بن سلمان وسياساته الجامحة المعادية لإيران والمتوافقة بالكامل مع تصور ترامب للشرق الأوسط، والتيار الثاني تمثله قطر والدول الحليفة لها الساعية إلى شراكة لا تقوم على التسليم الكامل برؤية الإدارة الأمريكية الحالية للشرق الأوسط. أول آثار القضية هو تشويه وإضعاف الملقب بالأمير المصلح، فمع الضغط الدولي وضغط تركيا لإظهار الحقيقة يحاول الأمير الشاب أن يضع نفسه داخل المعادلة مرة أخرى، ولكن في ثوب الرجل البريء كاشف الحقيقة. بن سلمان هذا الذي قال الصحفي توماس فريدمان في شأنه بأنه لو لم يكن لواجب خلقه، في إشارة لاحتياج أمريكا له. قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن للإسرائيليين على غرار الفلسطينيين الحق في أن تكون لهم أرضهم، في موقف اعتبره العديد من المراقبين أنه يمثل مؤشرا إضافيا على التقارب بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. على الجهة الأخرى، علق محلل الشؤون الدولية في هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان مواف فاردي على خبر إقالة نائب مدير الاستخبارات السعودية أحمد عسير قائلا: خبر سيء للغاية لإسرائيل، هناك عدد من الأشخاص هنا خسروا الليلة شريكا عالي القدر. فسرعان ما برزت المخاوف الإسرائيلية بشكل واضح على مستقبل العلاقات مع السعودية التي توطدت بعد تولي بن سلمان زمام الحكم في السعودية، حيث رأى الإسرائيليين أن ولي العهد هو صديق إسرائيل الذي اعترف بحق اليهود في أرضهم. لم يخف الإسرائيليون قلقهم من أن قضية خاشقجي ستلقى بظلالها على صفقة القرن، فإسرائيل تعرف جيدا بأن التقارب مع السعودية فرصة تمكنها من الوصول للأطراف العربية الإقليمية، ومن ثم فرض تسوية للصراع مع الفلسطينيين تراعي بالدرجة الأولى مصالح تل أبيب. وبحسب محللين فإن إسرائيل قلقة بشأن فقدان الاستفادة من الضغط السعودي على الإدارة الفلسطينية من أجل تقديم تنازلات أكثر وإجبار الجانب الفلسطيني على إتمام الصفقة. دكتور نزار، هل تعتقد أن هذه القضية، قضية مقتل خاشقجي، ستؤثر على شكل صفقة القرن بما أن محمد بن سلمان أحد الداعمين، أحد أهم الداعمين لهذه الصفقة؟ بكل تأكيد، يعني عندما تتحرك المياه الراكدة في بحيرة ساكنة أستاذ أحمد، نحن نتحدث عن ارتدادات لهذه الأمواج التي يعني تنطلق ربما من الوسط ويكون لها ارتدادات نحو الأطراف. نحن نتحدث عن حدث كبير جدا، نتحدث عن جريمة دولية الآن أصبحت قضية رأي عام دولي
وليست قضية رأي عام شعبي داخل تركيا أو داخل العالم العربي، وإنما انتقلت إلى البعد الأوروبي والبعد الأمريكي. بالتالي كل ما سلط الإعلام الضوء عليها بشكل أكبر، كلما كانت ارتداداتها على المنطقة وعلى السياسات التداخلية وعلى سياسات المصالح التي تحكم المنطقة أكبر وبملفات أوسع. بمعنى أنه الآن كلما زاد الضغط على ترامب مثلا، سيغير من حجم وشكل العلاقات التي تربطه بكل منطقة الشرق الأوسط، وسيبدأ بناء تحالفات جديدة. إذا استمر الضغط على أوروبا مثلا في ظل الأزمة الأوروبية الأمريكية، نحن أمام تحالفات جديدة في المنطقة، بوابتها الأساسية استغلال حدث وجريمة بمثل هذا العمق وبمثل هذا المستوى. أستاذ أحمد، أستاذ حمزة تكين، البعض يتكلم أن كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي لم تكن بالقوة المتوقعة، وقالوا أن كلمته اليوم فاقت هذه الكلمة يوم الثلاثاء. ترى ما السبب؟ يعني سيد الكريم، الإشارة إلى ما يتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيخرج في خطاب للمملكة العربية السعودية ويشتم المملكة العربية السعودية ويعلن الحرب ويعلن قطع العلاقات وطرد السفير السعودي وسحب السفير التركي، فهذا مخطئ يعني بكل تأكيد. الرئيس التركي هو رئيس يعني يتكلم بأسلوب دبلوماسي وبلهجة سياسية. اما الاتهامات التي ستوجه لمن يعني له مشاركه واضحه وكامله بهذه الجريمه البشعه، فهذه من مهام المدعي العام التركي الذي نحن ننتظره يعني بين يوم واخر ان يخرج علينا بتقريره القضائي الجنائي. الرئيس التركي كان واضحا بخطابه يوم الثلاثاء، بالعكس تماما، اتى بالكثير من النقاط الجديده في قضيه الطرقي. قبل الكريم يوم الثلاثاء الماضي كنا نحن أمام مجرد تسريبات، وكان العالم كل العالم يطالب تركيا برواية رسمية. لماذا تركيا لم تقول رواية رسمية؟ لماذا تركيا صامتة؟ وعندما تكلمت تركيا على لسان رئيسها يوم الثلاثاء الماضي برواية رسمية، سواء هذه الرواية أتت لتصدق التسريبات أم لا، الرئيس تكلم برواية رسمية، أي أنه نقلنا إلى مرحلة جديدة. وبالتالي القول لم يأتي بجديد فيه يعني فيه غير يعني قضية غير منطقية أو غير دقيقة. القضية الأخرى التي أتى بها الرئيس التركي أنه سأل سؤالا دقيقا وكرره اليوم في الخطاب، من الذي أمر باغتيال السيد جمال خاشقجي؟ هذه نقطة رئيسية. الذي يسأل ليس مجرد صحفي وليس مجرد محلل سياسي، الذي يسأل هذا السؤال هو رئيس جمهورية، هو رئيس دولة، وهذه الدولة معنية بشكل مباشر بهذه الجريمة. اليوم أوضح الرئيس أردوغان بكلمته أن مع تركيا أدلة وأجوبة عن هذه الأسئلة، من الذي أمر، من هو المتعاون المحلي الذي ادعت الرياض أن من ارتكب الجريمة تعاونوا معه، وسأل سؤالا ما أين الجثة؟ يعني إذا كانت الرياض اليوم تريد إنهاء التحقيق بشكل سريع وإطلاق هذه القضية، يمكنها بشكل يعني مبسط جدا أن تجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك تعاون جدي وليس مجرد تعاون إعلامي. نعم أستاذ حمزة، هرجع لدكتور نزار. دكتور نزار، رئيس تركي النهاردة قال أنه يملك أدلة ويملك وثائق ولا يريد التعجل، وقال أن غدا لناظره لقريب. ألا ترى أن هذه اللهجة تهديدية لأحد ما، خاصة في الجانب السعودي؟ يعني الحقيقة عنصر الزمن هو العنصر الضغط أستاذ أحمد. يعني عندما نتحدث في القراءات التي يعني نتابعها من خلال وسائل الإعلام من بداية التسريبات التي تمت من بداية الحادثة إلى يومنا هذا، نحن نتحدث عن أن الأتراك فهموا جيدا الدور المنوط بهم، بمعنى أن القضية قضية دولية، قضية كبيرة جدا. تركيا من مصلحتها أن يعني تعطي صبغة دولية لهذه القضية وليس أن تتحملها بشكل منفرد. بالتالي التسريبات التي كانت تتم بذكاء، قضية التعاطي مع وسائل الإعلام عن طريق بعض المسؤولين، مرة حزبيين ومرة إعلاميين. التسريبات كانت تتم عن طريق بعض الصحف المؤيدة للحكومة، وبعضها عن طريق مؤسسات أخرى، بعضها مرئي بعضها مسموع. فكل هذا الأمر كان عنصر ضاغط على مسألة الزمن، بمعنى الزمن ليس في صالح السعودية، وعلى المملكة العربية السعودية أن تدرك ذلك جيدا. استمرار هذه القضية سيكون مدعاة
تأزم أكثر في الصورة القاتمة التي بدأت ترتسم على المملكة العربية السعودية في العالم الغربي. يعني اليوم تفتح ملفات كثيرة جدا على مستوى حقوق الإنسان، على مستوى استهداف المعارضين، على مستوى ملفات وقضايا إقليمية مثل قضية اليمن، قضية حصان قطر، قضايا أخرى. بمعنى التحالفات التي دخلت فيها السعودية كلها الآن باتت تحت أنظار العالم الغربي بشكل تشخيصي دقيق جدا. اليوم هذه الحادثة أحدثت ارتدادات كبيرة، وعنصر الزمن يلعب دورا كبيرا. لذلك قال: وإن غدا لناظره قريب. تركيا العنصر الزمن ليس ضاغطا عليها إطلاقا، يعني إذا لم تكشف الحقيقة اليوم ستكشف غدا. يعني البعض يقول أن موقف ترامب كما يقول سياسيين أمريكيين أن الوحيد الذي يصدق الروايات الأمريكية خارج السعودية بل خارج القصر الملك السعودي هو ترامب، وترامب يلعب على عامل الزمن لأن ترامب عنده تجديد نصفي في البرلمان ربما ينتهي في شهر نوفمبر. هل تعتقد أن هذا العامل الوحيد الذي يضغط على ترامب لكي يظهر أنه محايد ويحاول أن يأتي بالحقيقة ويحاول أن يكون في صف دماء جمال خاشقجي؟ هو الجميل في شخصية ترامب أنه أعلن عن نفسه من البداية: أنا آتي لأحكم الولايات المتحدة بعقلية الكاوبوي وعقلية البزنس. بمعنى الموضوع الخاص بالصفقات التجارية مهم جدا عنده. ولا ننسى هنا أستاذ أحمد أننا أمام انتخابات نصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هذا الملف جاء في يعني منطقة حساسة جدا جدا ما بين المصالح وما بين الانتخابات وما بين الوعود الانتخابية وما بين القيم الأمريكية التي يدعون بين قوسين أنهم حماتها وهم الذين انتهكوها في العراق وفي سوريا وفي غيرها، ولا نريد أن نعدد. ولكن الإشكالية الحقيقية أن منهجية ترامب في التعامل مع هذه القضية ستكون تحت الضغط الإعلامي. يعني بالأمس إذا انتبهنا إلى قضية الواشنطن بوست أصدرت كلمة، دعني أقول وليس هكذا، كلمة واحدة قد تغير المعادلة: الواشنطن بوست لن ترحل. ما معنى لن ترحل؟ بمعنى لن تفارق حتى تعرف الحقيقة، وهذا رأي عام ضاغط على ترامب في سياساته. ربما كان تهديد إعلامي، قالوا لن نخشى من مناشيركم ولا رصاصكم ولا من السيوف ولن تشترون بأموالكم. طبعا، ولذلك يعني استمرار مثل هذه الحملة. بالأمس شاهدنا في بريطانيا مثلا خروج السيارات السياحية والحافلات السياحية، اليوم مثلا الاعتصامات أمام القنصليات، كل ثانية نتابع العواجل. بمعنى الثانية الإعلامية الآن خطرة جدا على الرياض، ومن مصلحتي أن تحسم الأمر. لكن هنا علينا أن نتذكر أن عملية القتل تختلف عن عملية القتل والتمثيل بالجثة. بالتالي إذا اشتهر الأمر على أنه قتل وتمثيل بالجثة ثم بعد ذلك حرق للجثة أو ربما إذابة، والقضايا والتفاصيل ليست واضحة لغاية الآن، ثم بعد ذلك عاد فريق القتل وهو يحمل الحلوى التركية أو كما تم اليوم في التسريبات بعد أن انتشى بالكحول والمخدرات وغيرها، ثم بعد ذلك يعودون إلى بلادهم بالحلويات التركية، هذا الأمر حساس جدا عند الأتراك وحساس جدا عند المواطن التركي. لماذا؟ يعني جاءوا وهم على خبرة ودربة عالية جدا في هذا المجال، والأمر لم يتحمل شيئا بين أيديهم. بمعنى هذا الفريق مدرب بشكل كبير جدا، وهذا استهداف للإنسان التركي البسيط، وهذه قضية مهمة جدا، يعني حساسية ليس على سيادة الدولة فقط وإنما على الإنسان التركي المواطن. نعم، أرجع للأستاذ حمزة. أستاذ حمزة، البعض بيقول أن الأتراك تعاملوا باحترافية، جعلوا السعوديين الذين رفضوا تماما، يبدو الأستاذ حمزة مش معي، خليني أرجع للدكتور نزار. دكتور نزار نفس السؤال، قالوا أن الأتراك لعبوا الموضوع بذكاء، السعودية كانت ترفض تماما أن تتجاوب، الرجل جاء 20 دقيقة وخرج، ولكن بالنار الهادية زي ما بنقول قالوا إحنا اللي قتلنا وداخل القنصلية. ولكن إحنا دلوقتي قدام سؤال مهم بيسأل المواطن العادي، الإنسان العادي، لماذا لا تقول تركيا ما لديها من أدلة دفعة واحدة وتنهي الأمر؟ ولماذا تقول؟ هذا السؤال المضاد الآن، لماذا تقول؟ بما أن أوراق القوة موجودة في أيديها، هي تنتظر، بما أن الحادثة جرت على أرضها هي تنتظر ردا حقيقيا. تركيا، أنا أتحدث هنا بمصطلح إعلامي وليس بمصطلح سياسي، تركيا بين أيديها أوراق قوة، بالتالي لماذا تكشفها؟ عنصر الزمن ليس ضاغطا عليها، وضغط على الرياض. الذي يغير روايته ليس تركيا، هي الرياض. التسريبات الإعلامية التي تتم باحترافية عالية جدا، وهذا يجعل من إسطنبول عاصمة الحدث العالم، بالتالي كل العواصم ومديرة المخابرات الأمريكية وغيرها، المسؤولون الأوروبيين كلهم اليوم يتحدثون تركيا 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 تركيا. خطاب أردوغان حصل على ترند بمجرد أن أعلن أنه سيتحدث عن يوم الثلاثاء. بمعنى تركيا حدث عالمي، تركيا الآن تكسب سياسيا تكسب إعلاميا في الانتظار، الذي يخسر عمليا هو الرياض. لكن هل من مصلحة الرياض أن تخسر؟
هل من مصلحة تركيا أن تخسر الرياض؟ وهل من مصلحة تركيا أن تخسر السعودية؟ هذه قضايا مهمة جدا، ليس من مصلحة تركيا ولا من مصلحة الرياض أن يخسر بعضهما. بالتالي الجريمة جريمة، يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، جريمة بشعة جدا طبعا. لكن هذا لا يعني أن يتم بالتضحية ما بين السعودية، وأنا دقيق جدا في المصطلح، السعودية وتركيا بغض النظر عن الدولة. بكل تأكيد السعودية بلاد الحرمين، بلادي وبلادك وبلاد كل المسلمين، ولا نسمح لأحد باستهدافها. ولذلك كان أردوغان مؤدبا في طرحه، قال أرجو من خادم الحرمين، يعني أطلب من خالد الذي أثق فينا، لو كشف الأوراق لأحرقت كثير من الملفات ولأحرقت كثير من السفن، ولكنه كان يراعي هذه الجزئية. برأيك المستهدف هو إزاحة محمد بن سلمان؟ بوضوح إزاحة محمد بن سلمان من منصب ولي العهد، يعني هذه جزء من الرسالة ربما إذا كان متورطا بشكل كبير جدا وتحقيقات لم تنتهي، وهنا نقطة مهمة جدا. لكن استهداف يعني شخصية، دعني أقول هكذا، كانت لها توجهات مغايرة جدا للتوجهات الحديثة، سواء على صفقة القرن، سواء على حصار قطر، سواء على ملف توجهات يعني مغايرة للمملكة نفسها من التأسيس يعني. وهذا أدى إلى هروب كثير من رؤوس الأموال، يعني من يتعامل في عالم البزنس يعرف أن كثير من رؤوس الأموال في السعودية هربت. لماذا؟ هذا يضر بالاقتصاد السعودي على يعني مدار 5 سنوات قادمة، ولا أتحدث عن بعد استراتيجي. لذلك يعني هذه السياسات بحاجة إلى توضيح. أنا سعيد جدا حقيقة بالتصريح الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي، ولكنه لم يعبر عنه. قال أن السعودية قبل 3 أيام، قال أن السعودية أقررت إجراء خطوات تصحيحية، لكنه لم يبين ما هي الخطوات التصحيحية، وهذه النقطة أنا أشدد عليها. ما هي الخطوات التصحيحية؟ حقيقة السعودية بحاجة إلى خطوات تصحيحية حقيقية لتأخذ دورها الريادي المنوط بها على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي. أستاذ أحمد، نحن أمام أزمة حقيقية في مجال افتعال الأزمات من السياسات الكبرى واللاعبين الكبار الذين نزلوا إلى المنطقة بجيوش. علينا ألا ننسى أن أمريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا كلهم موجودون على الأرض، بمعنى ليسوا بعيدين أو يتحدثون بخطابات من الميكروفونات، هم بجيوشهم وأساطيلهم موجودين في منطقتنا. بالتالي الحرب على أرضك خاسرة لا محالة. نعم أستاذ حمزة تكين، رجع لنا أستاذ حمزة. تصريحات التركية في البداية كانت لا تتعدى بعض التسريبات الصحفية عن طريق بعض الصحف المقربة من الحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح المتحدثين ربما من الفلك السياسي للحزب الحاكم. ولكن بالأمس رأينا نعمان كرتلمش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية يرسل تهديدا، هو قال تهديدا يعني بحسن نية إلى الملك سلمان. اليوم الرئيس أردوغان يعبر عن أن بعض التصريحات السعودية تتسم بالصبيانية ولا تصدر عن دولة. لماذا تحتد تركيا الآن في خطابها تجاه المملكة العربية السعودية، أو تحديدا الملك سلمان ومحمد بن سلمان؟ نعم سيد الكريم، واضح أن هناك يعني حدة باللهجة التركية تجاه السعودية في هذه القضية، ولكن لا يمكن، لم يتم اعتبار ما قاله نعمان كرتلمش يوم أمس نائب رئيس حزب العدالة والتنمية على أنه تهذيب، بل هو تهذير ودي. والتهذير الودي جاء من باب أن الملك سلمان يحمل صفة خادم الحرمين الشريفين، يعني كرتلمش كان يوضح أن هذه الصفة يعني تجبر وتلقي على عاتق الملك سلمان الكثير من الواجبات تجاه العالم الإسلامي وتجاه هذه القضية، قضية السيد جمال خاشقجي، الذي يجب أن تعاملها السعودية وتتعامل معها وفق الأخلاق الإسلامية بالدرجة الأولى، ثم وفق القوانين والاعتبارات الدولية. هذا ما كان يقصده السيد نعمان كرتلمش في تصريحه يوم أمس. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم في تصريحه عندما وصف قضية أن ما قالته بداية الرياض أن السيد جمال خاشقجي خرج من القنصلية بأن هذا التصريح تصريح كوميدي مضحك، يعني أيضا يشير إلى أن الروايات السعودية العديدة والمتعددة والمتناقضة أصلا التي خرجت علينا في هذه القضية منذ 2 أكتوبر حتى يعني قبل ساعات من هذا اللقاء، تصريحات متناقضة فعلا. يعني كيف لدولة قوية، دولة كبيرة، أن تسمح للمدعي العام فيها أن يخرج بهذه التصريحات المتناقضة كل يوم يومين، هناك رواية جديدة. فالمطلوب الآن من المملكة العربية السعودية، المطلوب تركيا من السلطات السعودية وخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن يكون هناك تعاون جدي وليس مجرد تعاون إعلامي
المطلوب الآن ومطلب سيكون يعني مؤكد عليه تركيا بشكل قوي تسليم هذه المجموعة مجموعة كان من المؤلفة من 18 شخصا سعوديا إلى تركيا للتحقيق معهم ثم لمحاكمتهم بالمحاكم. أرجو أن تبقى معي أستاذ حمزة. بينضم لنا الدكتور محمد المسعري أمين عام حزب التجديد الإسلامي عبر الهاتف من بريطانيا. دكتور محمد، هل تعتقد أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتسليم المتهمين تركيا بقتل جمال خاشقجي إلى السلطات التركية؟ استبعد ذلك جدا، لأنهم إذا سلموا وتم التحقيق معهم في تركيا، وفي تركيا ستواجههم عقوبات أقل من الإعدام إن كانوا هم فعلا هم شكهم القتل، لا شكهم الممارسين العملية، وصورهم موجودة ودخولهم وخروجهم بالطائرة موجود، لكن التحقيق معهم سيبين أن الأمر والنهي جاء من محمد بن سلمان، فلا يمكن أن يتم تسليمه إلا إذا اعترفت السعودية بأن محمد سلمان هو الآمر النهي، حينئذ يكون تسليمه وعدم تسليمه قضية ثانوية، يكون بيت القصيد من فعاليات تركيا وقدم والمقصود حصل. طب دكتور مسعري، عفوا، مع هذا الضغط الإعلامي والسياسي الدولي أوروبيا وأمريكيا، هل تعتقد أن تضحي أسرة أو آل سعود يضحون بمحمد بن سلمان حتى تبقى الأسرة في الحكم؟ لو كان لهم الأمر شيء، لكن واضح أن الأمور كلها بيد محمد بن سلمان، واضح حتى أن أبوه ليس له دور فعال، ممكن جدا جدا أن يجبر والده على التنازل ويصبح هو ملكا، أو حتى يغتاله ويدعي أنه أصيب بأزمة قلبية بشدة الضغوط إلى آخره وينادى به ملكا، فهذه الإمكانيات كلها موجودة، رجل مصاب بجنون العظمة ولديه أمراض نفسية وعقلية، فالوضع في غاية الخطورة أنك لا تعامل مع إنسان عقلاني، طبعا لو كان هناك مجموعة عقلانية تدير الأمر بالحد الأدنى من العقلانية لأدرك أنه لابد من التضحية بواحد لبقاء الملك، لكن هذا الوضع ليس عقلاني، هذا هو الكلام العقلاني ينبغي ان يكون. ولكن دكتور مسعري، العالم يرفض ان يتعامل مع ملك قاتل، ملك حرض على قتل احد الكتاب الصحفيين حتى لا يسمي نفسه معارضا. قد لا يبالي، لانه الرجل يريد السلطه ويوجد في الداخل العديد من الناس يعتقدهم مصلح وانه مظلوم والى اخره، خصوصا من الجيل الجديد الذين اعطاهم هامش من بعض الحريات الاجتماعيه والسينما والى اخره، هناك حاله من الهوس من المتعلقين به، ولعلك رايت التغريدات التي تصور شبيه النبي عليه السلام الى اخره، فهذا ممكن جدا ان يبقى ولا يبالي بالعقوبات الدوليه وما تؤثرها، والعقوبات ستكون طبعا لها تصيع على الشعب السعودي، وهم لا يبالون بهذا، هو بالذات لا يبالي بهذا، وسعود قد لا يبالون بهذا. هل يران على دور روسي يحل محل الدور الامريكي كراعي لآل سعود في حكم المملكه العربيه او الجزيره العربيه؟ لا لا يمكن، روسيا ليس لديها الامكانيات، نعم بوتين مع ما هو ترامب في المعسكر الصهيوني، لكن ليس لروسيا الامكانيات ولا الوجود العميق المتغلغل ولا قواعد ولا الى اخره بحيث تقوم بهذا العمل، هذا غير وارد. قد يراهن هو واتصلوا بروسيا، وروسيا صرحت اليوم اعتقد او البارحه بان تؤمن او تصدق الروايه السعوديه، طبعا كلام يعني مسيء لروسيا في الواقع، وهو يحاول يتصل بالصين، والصين همها الرئيسي هو التغلغل الاقتصادي وتفوق على امريكا اقتصاديا، ثم بعد ذلك يكون تنظر الامور نظره اخرى. فما في اي اشكال، ما في طريق اخر الا ان يذهب سلما او حربا. البعض يشير الى ان ترامب لم يعلق على ما ورد اليه من معلومات من رئيسة او مديرة السي اي اي، لانه يبحث الان عن بديل او ربما سيناريو يحفظ ماء محمد بن سلمان او يجد بديلا عن محمد بن سلمان، هل تتفق مع هذا الطرح؟ ما انا اعتقد كل تصرفات ترامب ناشئه من انه هو متورط ويريد ان في المقام الاول ينقذ نفسه، ويعلم ان هذه الكارثه ليس لها علاج، وبالمناسبه لدي معلومه واكدها وكررها في جميع وسائل الاعلام انه اليوم الثاني او الثالث تم تسليم بعض جزء من الشريط لترامب، وبقي يتخبط ويكذب، وهو يكذب يقول انه ليس على اطلاع، وعلى اطلاع من ثالث يوم، وما اتت به جين هاسبل اليه هو زياده مزيد من التفاصيل، لكن من اول يوم وضعوا اردوغان في الزاويه، واضطر حينئذ ان يتخبط من الظن انه يستطيع ان يتساوم مع اردوغان. اردوغان ليس بوارد مساومه، وليس بسيط جدا انه اذا ضرب محمد بن سلمان ومن ورائه محمد بن زايد الضربه القاضيه حقق كل ما يريد، رفع الحصار عن قطر، انهاء حرب اليمن،
تستهبيت موقع تركيا وكل الاستثمارات التي يمكن أن تأتي المئات مليار التي عرضت عليه سيأتي أكثر منها من التجار والمستثمرين بعد تغيير الأوضاع. فمن الحماقة حتى من ناحية مادية محض وبعد من ناحية أخلاقية أن يساهم على أي شيء لأنه هو الرابح. بالمناسبة تعدد اختلاف الرواية التركية أمر طبيعي لأن مع استمرار التحقيقات والاطلاع على مزيد من التفاصيل تحتاج الرواية تطوير وتنقيح وزيادات بخلاف الرواية السعودية الفاعلين أكتوبر بعد أكتوبر بعد أكتوبر لا يمكن مقارنة هذه بتلك ولا بحال من الأحوال. دكتور مسعاري أخيرا يعني ما السيناريو المرشح أن تسير عليه الأمور في الأيام القادمة من وجهة نظرك؟ طبعا والله في عدة سيناريات ممكنة. في إحدى السيناريوهات أن الدولة العميقة في أمريكا التي تريد محمد بن نايف قد تقدم لأن ترامب وكأنه مهزوم بدليل هزيمته أنه سلم الأمر للكونغرس حتى يتملص حتى لا يقوم بعمل ما ويحاول أن يتستر على تورطه في الموضوع لأن هناك قرائن قوية جدا بل تكتب أدلة قاطعة أنه على اطلاع بما كان يخطط في تقرير الاستخبارات اليومي الذي يأتيه وهناك أمور رفعتها CIA والFBI من أواخر 2017 أن هناك مخططات وأعمال لم يقم بأي عمل أن يوقف محمد بن سلمان حد وأمر أمر صارم بعدم القيام بهذا العمل الأحمق ولا هو وجه من ينبه خاشق بأنك على خطر ولدينا معلومات أكيدة أن هناك تخطيط لقتلك فإياك أو الاختطاف فإياك أن تذهب إليه مشرع لم يحصل شيء من هذا فالرجل مقصة تقصير فاحش واجبه كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يتصرف على النحو الذي يحمي مركز الرئاسة والناحية الأخلاقية وكذلك المصالح الأمريكية لأن مثل هذا العمل يضر مصالح أمريكا بوجهة نظر ترامب وهذا اللي حصل فعلا. فترامب إذن ليس في يده كبير أمر لكن الدولة العميقة قد تتجرأ مثلا أن تقوم لأن سمعت مؤخرا بعض الإشاعات أن هناك عدد كبير من الضباط في سخط وبعضهم لجأ إلى السفارة الأمريكية هذا لم يتأكد بعد إذا صح هذا ممكن جدا أن يتحرك أمريكا عسكريا وترسل فرقة مظليين بالهليكوبترات يخطفوا محمد بن نايف ويعلن نفسه ملكا أو ولي عهد وتحصل مصادمة مسلحة هذا سيناريو ممكن جدا يحتاج فقط أن يتخذ القرار السياسي طبعا هذا القرار السياسي قد يجر ترامب على اتخاذه إجبارا إذا بمقابل التهديد أن نكشف أنك متواطئ ولا نرفع عليك دعوة عزل أو مشاكل ذلك فالأمر فالبلاء كله والمصيبة الكبرى في داخل أمريكا أكثر ما في داخل السعودية في داخل السعودية طبعا هذا نوع من الصراع نوع آخر أن محمد مثلا يتخلص من أبيه أو أبوه موتا طبيعيا ويعلن نفسه ملكا وحينئذ تتحرك بعض الجهات ضده يزيل الطين بل أن حراس محمد بن سلمان هناك برضو معلومات ولكن ليست مؤكدة لا يقال أنها مؤكدة أن حرسه الأساسي المحيط به وفي داخل القصر وفي اليخت هم في الواقع ليسوا من السعوديين وليسوا من العرب وليسوا من المسلمين بل هم بلاك ووترز كولومبيين هؤلاء مرتزقة وهناك إشاعة أنهم بدأوا يساومون بعض الجهات الأخرى على من يدفع أكثر فالوضع في غاية الخطورة أشبه ببرميل من البارود يحتاج بس شعلة حتى ينفجر والعياذ بالله وضع في غاية الخطورة. شكرك دكتور محمد المسعاري أمين عام حزب التجديد الإسلامي كنت معنا من لندن شكرا لك. أرجع للدكتور نزار. دكتور نزار بعد مقتل خاشقدي الجميع لم يتكلم أقصد بالجميع حلفاء السعودية اللهم إلا هذا الظهور الباهت لسعد الحريري في الرياض منذ يومين ولكن مصر والإمارات والأردن بشكل ما لم تصدر عنهم تصريحات منتظرة كما ينتظرها محمد بن سلمان مثلا كلهم يتكلمون عن السعودية الحق في الدفاع عن نفسها أمام هذه الهجمة الإعلامية ولكن بعد أن صدر بيان رسمي من السعودية أن القتل تم بالسعودية في القنصلية السعودية بأيادي سعودية لم نسمع لأحد منهم صوت وفي البداية كانت التصريحات يعني الداعمة سياسيا دعني أقول هكذا لم يبقى أحد إلا وقال نحن مع السعودية والكل كان يظن أن هناك استهداف للسعودية كسعودية لكن كما تفضلتم قضية يعني تسلسل الأحداث ثم بعد ذلك الوصول إلى نقطة أن السعودية اعترفت أنه فريق اغتيال مدبر وقد تمت العملية وأن هذه جريمة بشعة وأنه تم من خلال أيادي سعودية ونحوه بدأت هذه التصريحات تتراجع اليوم أين نحن من هذا التراجع هذه رواية مهمة جدا بدأت القضية ب15 شخصا أعلنت عنهم تركيا ثم بعد ذلك تدحرج الأمر إلى 18 شخصا أعلنت عنهم الرياض ثم وصل الأمر إلى بومبيو وأعلن عن 21 شخصا ثم بعد ذلك بدأنا نتحدث عن مشاركين من وزارات أخرى في الرواية الأخيرة السعودية إذا تذكرت نحن نتحدث عن عنصر بسيط جدا أنه بناء على المعلومات التي جاءت من تركيا تحرك الفريق بمعنى كثير من الأسماء التي تعمل في القنصلية السعودية في تركيا هنا ستشارك بمعنى نحن أمام أرقام متدحرجة وليس فقط سيناريو واحد ولذلك الجثة لغاية الآن لم تظهر
هنا نقطة مفصلية، الجثة لم تظهر، لأن ظهور الجثة سيعني ظهور أسماء وأرقام ومتعاطين جدد، الجثة كاملة ناقصة، مذابة غير مذابة، الجثة مقطعة غير مقطعة، هذا كل حدث له دلالته. لكن علينا ألا ننسى هنا أستاذ أحمد، وأنا صريح ولا أحب أن أخدع المشاهدين كإعلامي، يعني أنا لست سياسيا ولا أعرف في رسم السياسات، لكن في زاوية الحدث الإعلامي نحن في عالم المصالح، وبالتالي كل ذوي المصالح الآن يضغطون من أجل تحصيل مصالحهم الخاصة، لا سيما في عالم تقلص الأسواق الاستراتيجية الموجودة في العالم. بالتالي كثير من التحركات الموجودة على مستوى أوروبا وأمريكا، ممكن أحد المستمعين يختلف مع الأستاذ الدكتور نزار ويقول لك إذا كانت تركيا تسعى إلى المصالح، بالفعل أتى خالد الفيصل وعرض حزمة من الـ مش عايز أقول رشاوي يعني، ولكن حزمة من الاستثمارات التركية والسعودية و المحفزات إلى السوق التركي، ولكن قوبل بالرفض من الرئيس. وهذه النقطة كنت أود أن أصلها، ولكن بعد التمهيد أستاذ أحمد، أن هذه السلسلة المتدحرجة من الأمور في عالم المصالح، دعني أقول هكذا، المتراكبة ما بين أكثر من دولة، جعلت من تركيا بسبب تمسكها بموقفها، وأنا ولا أظن أن تركيا ستساوم في هذه القضية لأبعاد أنها مست سيادتها وما إلى ذلك، لكن تمسك تركيا بالعدالة الحقيقية والمطالبة بمساءلة المسؤولين مهما كانوا، هذا الأمر سيضع من تركيا كما وضع في قضية اللاجئين السوريين، ولا علينا ألا ننسى ذلك، محط أنظار العالم في أنها دولة حقيقية تحترم نفسها وتحترم سيادتها، ثم بعد ذلك تضرب النموذج الإيجابي في كثير من القضايا التي تدخل فيها. وعلينا أن لا ننسى أن تركيا الدولة الأولى في جانب المساعدات، لذلك تركيا تحاول أن تضرب النموذج الإيجابي وليس النموذج المصلحي، وهذا ما يجعل من تركيا رقما صعبا في هذه المعادلة. ولذلك يعني اليوم خطاب أردوغان ركز على ذلك، وإن غدا لنظره قريب، معنى الرجل واثق مما بين يديه، خذوا تريدون شهرا خذوا شهرين، يعني هذا الأمر خطاب الواثق وليس خطاب المأزوم. أستاذ حمزة تكين، اليوم طلبت تركيا من السعودية تسليم المتهمين في بناء على مسودة أو طلب تقدم به وزير العدل، يريدون المحاكمة لهؤلاء 18 في تركيا. هل تعتقد أن الرياض سوف تستجيب، وهل لا تثق أنقرة في النظام القضائي السعودي؟ يعني سيد الكريم، بداية هذا الطلب أتى لعدة اعتبارات، وأهم هذه الاعتبارات أن القوانين الدولية يعني تسمح لتركيا بمثل هذا الطلب. هل الرياض ستقبل أم لا؟ طبعا الكرة الآن ليس في ملعب الرياض كالرياض، الكرة الآن حصرا في ملعب وفي ديوان الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين. هل سيستجيب الملك سلمان لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أم لا؟ في حال استجاب الملك سلمان لهذا الطلب التركي وسلم هذه المجموعة للتحقيق والمحاكمة في تركيا، طبعا ستكون أمامه يعني خطوة كبيرة جدا من جانب المملكة العربية السعودية، تشير إلى أن فعلا الملك سلمان يريد كشف الحقيقة كاملة دون التستر على أي شخص مهما على شأن هذا الشخص في القضية. وبالتالي تؤكد أن فعلا الملك سلمان أيضا يريد بعد ذلك فتح صفحة جديدة بيضاء في العلاقات بين أنقرة والرياض. أستاذ حمزة، يعني هذا على فرض أن الملك سلمان يحكم، هناك افتراضات وهناك تسريبات كثيرة، مثل ما قال الدكتور المسعري أن الملك سلمان لا يحكم ولا يدري شيئا عن ما يحدث. هذه الأمور سيدي الكريم، الملك سلمان هو المعني الدولي أمام العالم وأمام تركيا بأنه هو ملك المملكة العربية السعودية، من يحكم هذه أمور أخرى. بالنسبة للجانب التركي، تركيا تتعامل بشكل رسمي، بالشكل الرسمي الآن الملك سلمان هو الحاكم الأول والفعلي في المملكة العربية السعودية، وهذا ما أكده خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي. كنا نقول في حين أقدم الملك سلمان على هذه الخطوة أيضا، يعني أنه يريد كشف الحقيقة كاملة دون التستر على أي شخص، وبالتالي فتح صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا، وبالتالي إنهاء أزمة الحصار مع قطر، وبالتالي إنهاء دعم بعض التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا، وصفقة القرن، إنهاء صفقة القرن بما فيه صالح القدس وما فيه صالح الفلسطينيين. أما في حال لم يقدم الملك سلمان على مثل هذه الخطوة، بكل تأكيد سوف تتجه تركيا للتصعيد، وهذا لا تريده تركيا، ولكن ستكون مضطرة للتصعيد ضد الرياض، وقد تتجه في هذه الحالة إلى المجتمع الدولي للتحقيق
التحقيق الدولي ثم المحاكمة الدولية، وبطبيعة الحال سيستغل المجتمع الدولي هذه القضية لابتزاز أكثر وأكثر للمملكة العربية السعودية. فنحن أمام خيارين، إما أن يستجيب الملك سلمان ونكون أمام هذه النتيجة الإيجابية، وفي حال لم يستجيب بطبيعة الحال سنكون أمام يعني نتيجة سلبية. نعم دكتور نزار، ألا يخشى أن يستغل اليمين المتطرف في أوروبا هذه الحملة على المملكة العربية السعودية فيقوم بحملته أو بحملة خاصة به على المراكز الإسلامية والمساجد، ويعرف أن كثير منها من الموجود في أوروبا هو تم إنشاؤه عن طريق المملكة العربية السعودية وسفارات السعودية في أوروبا؟ بكل أسف العالم الغربي ليس كالعالم العربي في هذه النقطة. الغرب أكثر يعني معرفة وبحثا في هذه القضية، هم يعرفون الفارق الموجود ما بين الأنظمة السياسية الحاكمة وما بين يعني المؤسسات والمنظمات الأهلية غير الحكومية الموجودة في العالم الغربي، بالتالي يعني هم يفرقون ما بين هذا وذاك ويجعلون جزء من تعاونهم الموجود مثلا في فرنسا جزء من اللوب الضاغط عمليا في قضية تفعيل قضية خاشقجي هي مؤسسات المجتمع المدني العربية الموجودة، كما شاهدنا أيضا في بريطانيا في فرنسا في غيرها من الدول، حتى في الولايات المتحدة، حتى في التظاهرات التي تتم اليوم على مستوى رقعة العالم، نحن نتحدث عن مؤسسات أحسنت الاندماج في البيئات التي وفدت إليها، ثم بعد ذلك بعد هذا الاندماج الإيجابي جعلوا صور بلدانهم أكثر نضجا. أننا نريد بلداننا حقيقة قوية متطورة نامية، بالتالي نحن نستنكر قبلكم أنتم يا من تدعون القيم الديمقراطية، نحن نستنكر مثل هذه الأحداث الإجرامية، هذه ليست من ديننا، وهذه رسالة مهمة جدا. يعني إذا حدث التقطيع نحن نتحدث عن صورة ظلية للمملكة تربطها بداعش بالمطلق، بمعنى لا يمكن أن يفصل الغرب، أنا أتحدث بعقلية إعلامية، لا يمكن للغرب أن يفصل ما بين صورة تقطيع الأجلاء في داعش وما بين ما جرى لجمال خاشقجي إطلاقا. وهنا في قنصلية رسمية بتعاون حقيقي من القنصل الذي كان حاضرا، يعني قطعوه ولكن ليس هنا، يعني أنا موافق على الموضوع ولكن مش قدامي يعني. فنحن نتحدث عن قضية خطرة جدا، خطرة بمعناها، يعني نتحدث عن الصورة الظلية الحقيقية للمملكة العربية السعودية الآن أخذ بالتآكل. في كل يوم نشاهد مشهدا جديدا من مشاهد التضامن ميلادا لأجسام جديدة، يعني جمعية مثلا أصدقاء خاشقجي التي نشأت بالأمس وأصبحت يعني كميات كبيرة جدا من الإعلاميين والسياسيين الآن ينضمون تحتها على مستوى العالم، هذه يعني كل شخص موجود فيها وكل مؤسسة منضوية تحتها ستشكل جهة ضاغطة، بالتالي اللوب الضاغط الذي ينشأ الآن لن ينسى هذه القضية. فبالتالي من مصلحة السعودية أن توجد مخرجا حقيقيا لائقا يمكن لها من خلاله أن تنهي هذه القضية بأقل الخسائر. لذلك مصلحة تركيا أن تحل القضية سريعا للحفاظ على علاقات إيجابية متينة مع المملكة العربية السعودية، والإشارات الإيجابية التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان أن تركيا وما دام هناك رئيس اسمه أردوغان وقطر اقتصادها نامي والمغازلة السياسية التي تمت، هذه نقطة مهمة جدا يمكن البناء عليها في حال كشفت الحقيقة. اليوم نحن نتحدث منع من تفتيش البئر، منع من تفتيش القنصلية، منع من تفتيش منزل القنصل، ثم بعد ذلك يعني المعتقلون الذين في السعودية لم يدلوا بإفاداتهم سنوصلهم إلى يوم الأحد، ثم بعد ذلك ربما سنرسل الإفادات مع ثم النائب العام وسيأتي النائب العام. هذا التأخير ليس في مصلحة السعودية إطلاقا، ولكن أظن أن يعني هذا تحليل الشخصي أن السعودية الآن تحاول أن تكسب الوقت لصناعة صورة حقيقية للمخرج النهائي الذي ستخرج به بما يحفظ ماء الوجه بالحد الأدنى كما يقال، لأن الفأس وقعت في الرأس هنا. أستاذ حمزة، من المنتظر أن يصل النائب العام السعودي إلى تركيا الأحد المقبل، هل تحمل هذه الزيارة أي دلالة، وهل التواصل المباشر اليوم من عادل الجبير وزير خارجية السعودية مع مولود تشاويش أغلو عقب كلمة الرئيس أردوغان يحمل أيضا أي دلالة؟ يعني لا يمكن الإخفاء أن المملكة العربية السعودية تحاول في مكان ما تخلق هذه القضية، ولكن تركيا واضح جدا من خلال كل الإجراءات، من خلال الإصرار على التحقيق، من خلال تصريحات المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنها لا تريد إغلاق هذه القضية إلا بعد محاسبة ومحاكمة و يعني توجيه أصابع الاتهام لكل من شارك وأمر ونفذ هذه الجريمة. يعني هذه الاتصالات تأتي بهذا السياق في أغلبها، ولكن يوم الأحد يعني كما ذكرت تركيا تنتظر وصول المدعي العام التركي. الكرة الآن في ملعب المدعي العام، عفوا المدعي العام السعودي، الكرة الآن في ملعبه، ماذا سيحمل معه من الرياض إلى المدعي العام التركي؟ هل سيحمل معه أيضا
روايات مضحكة جديدة ليقدمها إلى تركيا، وبالتالي لن يرى أو لن يسمع يعني إلا ما لم يسر خاطره، وفي حال أتى بجدية كاملة للتحقيق والتعاون سيرى أذانا صاغية ويعني تعاونا جديا من الجانب التركي بطبيعة الحال. ولكن في حال فشلت زيارة المدعي العام السعودي إلى تركيا سنكون يعني الأسبوع المقبل على الأرجح أمامها يعني تصعيد أكثر وأكثر في هذه القضية. يعني سنرى وإن غدا لنظره لا قريب. أشكرك أستاذ حمزة تكين الكاتب الصحفي التركي، شكرا لك. أرجع لي دكتور نزار، السعودية بقيادة محمد بن سلمان، السعودية 2030 كانت تحاول أن تهيمن، السعودية العظمى تقود حربا فاشلة حتى الآن في اليمن، تقود حصارا مع مصر والإمارات والبحرين على دولة قطر، تحاول أن تتواجد في إفريقيا وتحديدا في الموانئ الإفريقية، وكان الغرب يتودد كثيرا لمحمد بن سلمان ويراه أنه قائد جديد يقود السعودية الحديثة. ولكن بعد مقتل خاشقجي تزايد الغضب الدولي. برأيك هل يغير ذلك في ترتيب الشرق الأوسط، ليس فقط أنا مش قاصد بس صفقة القرن، ترتيب شكل الشرق الأوسط ممكن يختلف؟ هذا يعتمد على حجم الضغط الإعلامي الذي سيستمر في هذه القضية. بالتالي إذا كانت قضية وأغلقت نحن أمام أزمة حقيقية، لن يحدث شيء تغيير، ستدخل يعني جماعات الضغط والمصالح هنا وتفرض رأيها في النهاية، ولكنها ستكون حدث لافت ويبنى عليه في المستقبل. بالتالي فتحت عيون الغرب ولن يغلقها أحد بعد اليوم. وجود الدليل على قضايا الحقوق، وجود أدلة الإدانة في حوزة تركيا، وتركيا ليست من دول الاعتدال، وليست مصر، وليست الأردن، وليست الإمارات، هل يعني أنه لابد من تقديم المحرض الرئيسي الفاعل الحقيقي، أم الأمر ممكن يطوى؟ واضح أن تركيا مصممة في هذه القضية أستاذ أحمد على مسألة إحقاق الحق وإثبات العدالة، ثم بعد ذلك تقديم الجناة إلى المحاكمات العادلة. طلب الرئيس أردوغان مرتين، مرة بأسلوب لبق ودبلوماسي ونحو من خادم الحرمين الشريفين يسلمون هؤلاء الأشخاص، اليوم كانت لهجة أكثر حدة، دعني أقول هكذا، وهذه سياسة التدرج الموجودة. يعني أعتقد هتكون في حدة أكثر من بكل تأكيد. إذا استمرت هذه الحالة من عدم التعاطي الإيجابي مع المسألة القضائية، يعني هنا أنا أتصور أن النظام السعودي لا يعرف حقيقة هذا الأثر الذي تركه اغتيال جمال خاشقجي في إسطنبول. يعني عند الأتراك هي مست السيادة الفردية، ولا أقول كمست الشخصية الفردية، معنى هناك رأي عام ضاغط من التيارات السياسية، وهناك ضغط على أردوغان من التيارات السياسية المعارضة له، ثم بعد ذلك هناك ضغط إعلامي في كل الصحف. لا تجد يوم على مدار الأيام الماضية، لا تجد يوم إلا وقضية خاشقجي حاضرة فيه على بعدها الإنساني، على بعد مستويات التحقيق، على بعد التسريبات التي تم. نحن نتحدث عن قضية رأي عام كبرى في تركيا لا يمكن لتركيا أن تتجاوزها، ولا يمكن لها أن تعطي فيها بدائل. بالتالي من مصلحة السعودية أن تتعاطى بعقلانية في هذا الأمر، وهنا موسم العقلاء دعني أقول، يعني لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. هذا ميدان قدوم العقلاء لحل مثل هذه الإشكاليات. مجلس الوزراء أصدر أن هناك سياسات تصحيحية في المملكة، هذا ممتاز. بالأمس صدر تصريح من أحد الإعلاميين القطريين أن هناك يعني جهود للوساطة الداخلية وذلك، ولكنهم يحاصروننا علنا ثم بعد ذلك يرسلون الوساطات سرا. لكن نحن نتحدث الآن عن خطوات تصحيحية، أنا معها بكل أريحية. نحن بحاجة إلى السعودية أن تأخذ دورها الريادي، ولسنا بحاجة إلى أنظمة قمعية أيضا تضاف إلى هذا الاتجاه. بالتالي هذه القضية لابد أن توظف بدورها الحقيقي، لكن لابد ألا تسقط القيم الموجودة، بمعنى لا يمكن أن يسمح للغرب، وهذا دورنا نحن كإعلاميين، أن نسمح للغرب أن يستهدف قيم الدين، أو أن يرسم لا إله إلا الله وتحتها منشار، أو أن يرسم كذا. هذه قضايا تمس ديننا، بالتالي علينا أن نجمل الصورة الحقيقية لما نحن عليه ولما نحن نؤمن به، لأن ديننا هو دين العدل ودين السلام ودين القوة ودين الحق الذي لا يقبل الموائم. بالتالي هذه القضايا قضايا من نحن؟ نحن مسلمون في النهاية. بالتالي المملكة العربية السعودية هي أرضي وأرضك وأرض كل مسلم حتى وإن لم يكن سعوديا، لكن لا يمكن لنا أن نسمح في هذا الإطار أن تتمدد هذا الأمر. بالتالي أنا إذا تمدد هذا الأمر أنا سأكون أول من يعادي النظام السعودي. لماذا؟ لأنه يمس ديني في النهاية. وبالتالي أنا أطالب السعودية بكل المحبة فعلا أن تتصرف بعقلانية في هذه الأزمة، لأنها لا تمس السعودية أو نظام أو شخص أو معين. نحن نتحدث عن أرض الحرمين، وما يجري من تبعات سياسية في العالم الغربي ليست ضاغطة فقط وإنما متفجرة. لا يمكن لحملات العلاقات العامة على مدار 10 سنوات أن تجمل صورة المملكة أو أن تنزع منها صفة القتل الداعشي منها بعد ذلك، ثم بعد ذلك سيلصق بعد المملكة العربية السعودية بالمسلمين عموما. محمد بن سلمان كان يغازل تركيا غزلا صريحا
يغازل شخص الرئيس الرئيس أردوغان، وهناك اتصال استقبله الرئيس أردوغان من محمد بن سلمان، قيل أنه بعد وساطات من شخصيات عدة. هل تعتقد أن هذا مؤشر على التفاهم أم أن كلام أردوغان اليوم نسف كل هذا؟ طبعا يعني الأداء السياسي، دعني أقول هكذا، في المملكة العربية السعودية غياب وزير الخارجية عن حدث كبير جدا على مدار يعني أكثر من أسبوعين، ثم بعد ذلك الظهور الحقيقي، ثم الاختفاء في المؤتمر الاقتصادي والاستثمار يعني دافوس الصحراء الذي كان يسمى، نحن نتحدث الآن عن يعني تلاعب على مستويات الظهور والشخصيات والتصريحات الموجودة. لكن حقيقة السعودية في أزمة، خطاب الملك عفوا ولي العهد السعودي لا يعفي السعودية من هذه الأزمة، ولذلك حاول ولي العهد أن يجمل هذه الصورة أو أن يوجد مخرجا من خلال تصريحات، دعني أقول هكذا، تبني أرضية من التوافق، أنه اقبلونا على ما نحن عليه ثم بعد ذلك يمكن لنا أن نبني هذه الجسور. يعني كانت رسائل واضحة جدا وهي من باب المغازلة السياسية، لكن نتحدث الآن عن الأرضية. تركيا لا يمكن أن تقبل هذه المصطلحات أو الخطابات السياسية أو دعني أقول هكذا العبارات الرنانة والفضفاضة دون أن يكون هناك كشف الحقيقة. نحن نتحدث عن أكثر من 25 يوم لا توجد جثة. نعم. كيف يمكن لك أن تتحدث عن تطبيع سياسي ما بين تركيا والسعودية، عن بناء خطوات تصحيح؟ الجثة لم تسلم، والجناة معروفون بالاسم والهوية والصورة ورقم الهوية ومكان الوجود. بالتالي تركيا في أزمة واحدة فقط، أن الجثة لم تظهر بعد وأنها ستبقى مصرة على ظهور الجثة وعلى الاعتراف بالقاتل الحقيقي. شكرك دكتور نزار الحرباوي الخبير في الشؤون التركية، شكرا على حضورك معنا في استوديو الميدان.